عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا. دعوة أنا شبه اللي في نص الدرب هالمرة جيت بمنطقة جديدة. ليش تسألوني ليش؟ عندي مشكلة في الإلكترونيات. انت على فكرة احنا وايد بعيدين عن القاعدة، القاعدة هناك نحن هني. فعندي مشكلة دائما مع الإلكترونيات، مش قادر أحصل إلكترونيات بما فيها الكفاية. فقلت شو بنسوي بدل ما نحول حديدة هناك والمصنع القديم وهاي الأمور، لا بودي الإلكترونيات جاهزة لين المصنع ذاك مرة جاهزات، بس مجرد يتصنعن هني ويجهزن هناك. حصلت لي منطقة شكلها زينة، قلت شو بسوي، ادري اني قلت بغير هاي وما غيرتن، وقلت بسويها انجازات هني وطرشن هناك وخلص، وكان الله غفور رحيم. بدل ما كل شوي تعال وانقل وسوي وهذا، طبعا خطر، اكيد اكيد خطر. ما اظني بتكفينا هالحلقة اصلا نحن نسوي كل الشغل هني يعني. طبعا يبالنا كهرباء، بس هالمرة ما مديت كيبل كهرباء. شو سويت؟ راح يكون في مصنع هني. اللي سويته قلت بسويه هني اصدقائنا بتوع الكهرباء، بدل ما اني اهم شي ابني اللي داخل. اذا بنيت اللي داخل كله بنبني. شوف ايوه، بس جيج. والله تعرفون شو ناقصني في الروبوت، مش شغلة ثانية، روبوت بس. روبوت طلع الشمس اظن بيترجون. هذه الكهرباء، يا ابو الكهرباء هذا ما بيسد هني. لهذا نبغى اوفر هيد اساسا نطلع الكهرباء. أيوة، وبدأ إنتاج الكهرباء. مرة طيبة. هل بسوي بنتج أنا هني كهرباء هالمرة؟ بريح راسي من صدعة تعال وسوي وهذا و... لحظة أشوف. لا يبغى له مال كهرباء هني. شكله ما عندي شو اسمه كفاية. بشوف شو المود. لحظة يبتو يا هنا. ايه يا ابو يا حطوهم. اوكي ممتاز ان شاء الله. عاد المكان اللي عندي تكفي عاد اصلا، ما اظن انهم بكفن. ليش كل مرة عندي نفس المشكلة في هذا المكان؟ ثلاثة. ممكن ثلاثة قياس تقريبا شبكة كهرباء واحدة يعني. وانا خابص الدنيا في الديزاين، ولو اسوي ديزاين حق ثلاثات يكون احسن وايد، مرتاح من الصدعة هاي. تي ولا تي. اوكي توصل حلو. في الوسط ناقصين. هاي ديزاين واحد، رقم واحد. ما عندي اصلا حتى، انا بسوي قاعدة وايد عودة ومش جاي وياي هالكثر. يعني عندي سيارة المفروض اصير اشيل وعب بصراحة. جايب سيارة مضبط اموري وني ودنيا و... واخر شي جايب العيد. زين على الاقل خلنا نبدا مبدئيا يعني، نطلع لنا لاين فحم على الاقل. بينقصني ترى افران، بينقصني هذا، بينقصني ذاك. فاصلا في كل الاحوال برجع هناك وبجيب شو اسمه هذا، خلي حق البرونز، لان البرونز دائما اقل حق منها. هذا المصنع الجديد يباله ميزانيه، ترى والله ميزانيه حلوه يباله على شكله، مش ميزانيه كثيره بعد.
وهنا ميزانية وشغل من الخاطر، روحه ورده يعني، واحد يشوف شو ناقص عنده في الميزانية وهذا و... ها كلهم شغالين؟ ما عندنا اصلا، ما عندنا ايش ولا عندي ماتيريال حقه، عندي افران اصلا. لا خلنا بصير نجيب شوي سامون زيادة، امور طيبة ما بي شيء المكان. هالمرة بحاول اعبي هاي سامون، يلا نسير الدرب الطويل. يو شوف المسافة اللي نقطعها. ها وابك رشار الشاش عادي، حاط عندي واحد تعال ترج مسكين كسرت خاطري، يبي يترج ويدخل من يطلع يرد يبي يترج. ترى هذا كم 1.2 مليون في حصة، فيه في قريب 1.5 مليون عادي بيصلحونهم. ها احلى شيء تصليح اوتوماتيك، واحد ما يحاتي خلاص تصليح اوتوماتيك امور طيبة. هاي اختار بيه كله من هني، بنمد المصنع بالالكترونيات، بنسهل الامور شوي شوي لان يستوي الموضوع عندنا داخل هني فول اوتوماتيك خلاص، فول اوتوماتيك ما نحتاج شيء ثاني. دوب على المكان اخ بيصير يصلحها. ها صلحها حاسب وابو كلبو، صلحوا صلحوا انا اخبص وانت عدلو. خلي السيارة هني، نخليها هني ونسير هني بشو سامون. ان شاء الله عاد يكون خلصين سامون، بسوي هذا هني المصنع الجديد الكبير، بعدين بسوي مصنع بترول عود بس شغلته شو بلاستيك، فقط بلاستيك. مصنع ما يسوي لنا شيء في الدنيا الا بلاستيك، ما نبغى اي شيء ثاني. وبنيه بالبلاستيك للمصنع الجديد، بخليه يسوي بس الالكترونيات الحمر. انا وين جيت لحظة، اظني ها بدا يضعف. وين صار كل المكان يمكن وايد عود، واحد يضيع مكان سامانه هني المفروض يكون هذا الخط. ايوه ابي اراوينا كل شيء في اللوجستيك تشين، والله كل شيء في اللوجستيك تشين. بس 60 بعد ده كله شو ناقصنا؟ ناقصنا حديد، ناقصنه الحديد. طب شيء ثاني ناقصنا بعد شو؟ خلنا حق هذا ما نبغى كله. كان في شيء ثاني ناقصنا تحت صح؟ استاذ انسيرتر الديفنسز كل شيء عندي صح؟ بوابات ما ابغى، انا متاكد انه كان في شيء ناقص بس ما اعرف شو تقول صدق. خلاص الجماعة رسميا ناشفين ترى هني، على فكرة رسميا. هي كان ناقصني افران، تو ذكرت يوم شفت الافران ما عندي افران. الجماعة قاموا ينشفون خلاص، نشفون قوي بعد مش نشفون عادي، نبغى افران اكثر من 50 تبون الصدق. انا اظني 100 زين الافران، لان اتذكر وين مسوايا مصيبة. والافران بعد انسيرترز عندنا ستاك انسيرترز، لا خلنا ناخذ لنا ستاك انسيرترز. لا عندنا ستاك انسيرترز موجود، كل شيء موجود ستاك موجود انسيرتر. نبدأ نحط على الشاشة قنابل وهذا وذاك. اوكي
يكفينا عندنا ال سما الباقي موجود. اللي بيقول فران زيادة أظني بعده قاعد يسوي لأنه قاعد يطبخ فران، فبيجيبوا لي واحد واحد، فخليه يقول لي واحد واحد ما منه فايدة. من الواحد في 20 نسوي مبدئيا اثنين ننتج فيهن، وعقب بنسوي الخطار. شوفوا انتو عندي وايد هنا، بس هاي في مساحات بناء مساحات. ليش في حصة طالعة هني؟ انا ما اذكر كان في حصة هني، بس صراحة مسافة مسافة من الخاطر. حط خشب فيه اكثر ما يجمعون عندي خشب، حاطنا هني. كان غلط، بس الحلو في السيارة انها سريعة على فكرة. لو الدبابة سنتين لين نوصل المكان سريع. ليش ما قاعد اسوي ريسيرش؟ خلنا نسوي هاي دام انه عندنا. نسوي الالكترونيات الخضراء تش فيها مكان ثاني. خلنا ندمر هاي في الطريق. اوكي الحين بلو برنت الصوب الثاني. اوكي نبل اوفر هيد. ترى في مسافات ها، بس ما قبل نحس في المسافات شوي شوي مسافات قامت تنقص. ليزر يلا ليزر دمج حلو مش غلط. ثلاثة 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 ثلاثة. والحين دور استخانة. لا نبقى مع ال كنا مسويين تصميم ثاني احيد ولا شلينا. نسوي هذا نسوي هذا هني مرة كلهم مكان واحد، وبنسوي هذيل مكان. هذا الاثنين تحت وايد خطين كبار، بطرشهم وين هني، وهاي الخطين وراها مكان بروحهم بطرشهم. ممكن ممكن. وهذه الوين هني في خطين وين ثلاث خطوط بنيهم وين هني. اظني اتوقع يكفي خلاص، وخلاني استهلك كل اللي عندي اصلا يعني. زين عندي حفارات بعد بقات ولا عندي بقات؟ زين هي في بقات وايد حلو نبا. لا 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 خلص خلصنا خلصنا يا ابوي ما يباله. انت يا صديقي عادي انت ممكن تشركهم الاثنين اسوي لكم الحركة السحرية. هني يبالنا عمدان كهرباء.
مش بكم مشكلة. وهاي الأول الاثنين هذا كله عيون بس انتاج السمتر الاخضر فقط لا غير. الالكترونيات الخضراء بس، ما عدا ذلك ما اسوي لهم سالفه. ما عندنا انتاج ترى، نوع انتاج سوري. بس خلص اللي عندي سوري، هذيك بالطريقة هاي. هذا بالطريقة هاي. يبغى نسوي لنا كم حبة من هذا. صديقنا هذا، هذا خلص اللي عندي. قمت استعمل الازرق ترى، فعادي ما كان جزء من التصميم اصلا، بس الامور تمشي يعني دام الانتاج ما يوقف، هذا اهم شيء. مويه ابن سرت الريستوران يعني الذكية، بس نسوي لنا واحد. وين السيارة عقدتها هني؟ سيارة فيها سمن، ما فيها سمن سيارة. اوكي نايس، طلع ما فيها سمن. لو اشغل خط واحد بسوي انسيرت ازر الحين اساس اني ما ارجع. هنشوف ترى هناك ما كان يبون من عندي، كان يبون مكان ثاني على فكرة. فأنا شو سويت الحين؟ كان المصنع اللي جيت خلط ان عقب المصنع اسوي اختار، بس عندي وايد انسرترز، وايد شغلات ناقصة، ما يبنى انسرترز. بس انسرترز الموضوع بسيط ترى، مش قضية على فكرة. أنا بقول لكم كيف، لأن أنا عندي سبلاي تشين مثلا الحين في الموقف صح. أنا مو أبغى إني شو أسوي مثلا، ما أبغى إني قاعد أنتج بروحي. فشو أسوي؟ أجيب هذا هني، أجيب واحد ثاني، أسوي انسيرترز. شو يبغى هو؟ جير و الكترونكس. مو بسوي مصنع هني براي، سوي الحين مو بسوي، بصير اني بنسرترز. شوفوا هذا سالفة المصنع الجديد، لازم سامان ودنيا وهذا، وسامان تنسى وسامان ما تنسى، وسامان التيب وسامان ما التيب، وسامان زيادة ما تحتاج التيب، ما تعرف ليش تقول على سفر مجهز الشنطة. سمان اللي ما تبغى تيبه، سمان اللي تبغى ما تيبه.
تعرف السالفة. يا لوتو سيف بتخليني دعم كان بيجي بالعيد على لوتو سيف ترى. أبى أسوي دوار تحت المكان حق القطار يدور، خليه رايح رات قطارين ولا ثلاثة. بس مبدئيا قطار واحد ترى، بس ما مش مزود اختارات اللي اسويها انا. تعال شو ناقصني هناك انا؟ سيرتر زنبو امية لو سمحتوا، يعني ما ادري اذا عندي 100 انسيرتر في السيستم اصلا، بس اتصور عندي انسيرترز في السيستم لازم. لحظة 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 لحظة، افران وين؟ كنسل، بس ما نبغى افران. اوكي هاي الزينات، هل هي بالافران تي يا ستشاور ترى؟ ما نسينا شيء؟ كله تمام؟ ما عاد الانسيرترز كله زين؟ لحظة، الرادار مالي تحت اشتغل؟ لا، في تحت رادار ترى. ابغى تشوف ايش تسوي دايما. نفس هذا الرادار اللي دعمناه. زين. يلا، سرينا. ما نقع خايس نيب درب طويل. انا موني بس سكتين رايح رده، سكتين طلع الدرب طويل. انا احس في شيء اروح اسوي يطلع في الدرب ما يطلع الاول. يلا هذي ما عندي ليتات، شو الفضيحة هاي؟ انا متأكد حطيت الستيل تست هني، وين صار كل الستيل تست اللي شليته هناك؟ متأكد حاطنه في الموتر. معقولة ما عندي غير خمس؟ ايرون تشيست استغفر الله، تكت كان عندي انا ما ادري، غريب. حطوا هاي اكيد يبوا لي كهرباء، ها ما تشيكت بس دايما يبوا لي اياه. والله هني الأعمدة القديمة ترى. خلنا نحط لنا هني انسيرتر، وهني مش سبلتر، ليش حط سبلتر هني؟ ابغى سبلتر هني، سبلتر هني، وهذا هني. الاثنين بالمنطق حجمهم من حجم شو؟ واحد. بعدلهم لتطلعونهم، عدلهم نستوي بالطريقة هاي بعد. ها بخليهم حق البرونز هناك.
اوكي مية مية. نيبلنا وين بلو برنت مالنا؟ هذا بلو برنت يخوف. هذا البلو برنت لا مو بهذا. هذا زين بس بعد ما هذا أخير. وهذا بيروح لاختار دايركت هني. لا بيه هناك هذاك مسوي مصنع لشو الأحمر صديقنا. بس هذا بنسويه لاينين شو. أنا أخبركم هذا لاين لاينين لاين لاينين. ما تصور بيكفيني كل شيء بس أصلا يعني بنكمل عقب لأن بني بوايد سمان في شو في الخطار أصلا كل الأحوال يعني. بس معظم الأشياء مفروض أنها عندي يعني. بس الحين استوى عندي تصور وش كثر أنا ممكن أحتاج أغراض. هذا التصور هو أهم شيء. واحد يعرف وش كثر محتاج سمان وش كثر محتاج كذا وش كثر ممكن يخطط. أنا نص اللعبة أصلا هي التخطيط اللي نحن ما نسويه. شغل بعراب ما ينفع تعال رقع. شغلي أنا الحين حاليا شغل بعراب هالأمور. 12 ناقصني الأزرق. ما بكمله بالأحمر. لا ما بكمله بالأحمر. بكمل هذا بشله يبقى هني. بنكمل مسيرة هذا وبنيب شو. أبا واحد ثاني. ما بخط إنتاج واحد. أبا خطين إنتاج من هايل. عندي أفران عندي هذا عندي كل شيء. فخلنا نجيب خط ثاني هني. بني بنسرتر صغير مو مشكلة. حاطين 100 أسرة هني نحن. بس 100 خلاص ما نحتاج ولا خلي 100. شو ناقصنا بعد؟ انسرترز هني ناقصنا زرق وخلاص مش أكثر. خلنا نروح آخر روحه ورده ونبدأ ننتج. طبعا أنا بزيده هذا ما بخليه على نفس الحال. بحط الاختار هني بعيد شوي حتى. بنزيده لازم لازم نزيده. بس بنشوف اول شيء انتاج الاول يكفي ما يكفي. بنسوي سملتنج وهايل وبنشوف شو الوضع. بس مهما يكون بيكون زين انتاج اظني اتصور. بعد مو زين وايد. لا يبالي اكثر صراحة يبالي اكثر لان اصلا هم يحتاج انتاج كبير. دام انه بعيد هناك تسوي مصنع بروحه وايد اسهل اني من اني انا شو اسوي امد هني وايد. انزين الحين شنو ناقصني انا؟ شنو ناقصني؟ كان تحت انسيرترز. هذا خلان 100 اوكي. ونبى لازم في شيء بعد محتاج. انا متاكد وصل هناك مو بشيء. في شيء ناقصني ترى. الخايس مستوي خلى هذا عنا مو مشكله. يا ابو الانسيرترز 50 تحت 50 فوق. يا ابو لي هذا يا ابو لي كل شيء تقريبا. هو الحق ان الواحد يطالع البلو برنت ويشوف البلو برنت شو كم محتاج ويضرب ويسوي كالكوليشن ماله.
انا صراحة ما سويت كالكوليشن، انا غلطان في هاي. لو اني مسوي كالكوليشن صح يعني، مش شوية راندوم، انا رايح عشوائي يعني، عندي ببالي بسوي شيء، عندي خطة حق مصنع، بس لو فكرت فيها عدل كنت اروح محمل السيارة كل شيء ويبه. لازم تكتيك، ما عاد سكك الاخطار ما يبتوي تراني. المهم لازم نوصل القطار ونسوي تجربة أولية لا تخرني، سوي سكة أولية لين فوق، تنزل السامان كامل، وما بقى أسوي قطار واحد، أبى أسوي قطارين على خر رايحين رادين، لازم على الأقل الاثنين رايحين رادين. هذا مصنع مالي واحد، هني بيكتمل الحين، هذا المفروض بعد هذا ما اكتمل مصيبة، انا وايد يباله يابوا لهم تقريبا كل شيء يعني، حتى هذا المفروض ينحط الحين، بس ما حد حط لي هذا، ليش؟ هذا ليش ما حد حطه؟ مرات احسهم صدق تعبانين يعني، في شغلات ما يسوونها عدل، بس زين يلا احسن ولا شيء، على الاقل يسوون شيء مش غلط يعني. زين خلنا نجيب الفحم مالنا اللي كنا حاطينها عليه بحق منو، حق الجماعة الطيبة. انت هني وانت هني، هذا المصنع الجديد بيشتغل بعد شوي خلاص. هذا المصنع الجديد واحد، مكان واحد، هذا رقم واحد، رقم اثنين نفس الشيء بس على اللي بعده، هذا هني كل عيازة تراني، ها مو بلفل هذا، هني اوكي. هذا اول توزيعة، بعضهم ما عنده كهرباء، مشكلة. هذيل بيكونون هني فلتر، هني هاي الحمر ما عندي، ها وهذا شو بيشل،
من هنا مني. وعندنا الاثنين هذا ما بسوي فيه شيء، بس هذا مش هذا، هذا نيبه من هني. مش تي، لا نيبه تي. والنيب هذا بالطريقة هاي، وهذا هاي اصلا مش نشل، لانه هذا راح اجربه النص ويروح بالعكس بيطلع الخطر. واحد هني شله، هني وهني لازم شوي تكتكة. خلاص قام ينتج، بس ما عندنا الارم هذا، بس عادي يعني بيصير مني بعقب. الحين الخط الثاني شو نسوي فيه؟ نفس الشيء بس بالعكس، هذا نفس الشيء بس بالعكس، نفس الشيء بس شو بالعكس. هذا لين هني، وهذا لين هني، ونقصها. بكمل هذا الحلقة الجاية إن شاء الله، ولو برع التسجيل بسوي إن شاء الله، ما أطول عليكم أكثر. لكن هذا ببساطة قعدت المصنع الجديد، وراح موسع ترى على فكرة، يعني ما راح يتم على نفس الحال، على الأغلب راح أمده من قدام شوية، يعني يمكن اللي أسويه يجيب هني نيو بلو برنت بالطريقة هاي، شل القطع اللي أبوها مثلا، كل اللي أسويه تي شوفوا، بس ما اسوي شيء ثاني. اتصور هذا حجم مناسب بيكون، والثاني نفس الحال، بس على الاغلب بسوي اكثر ترى، يعني ممكن ازيد شوي. اوكي ازيد شوي، بس هذا لحظة، هذا بيكون هذا مرس التحميل، هذا كل العيون المصنع الجديد يسوي اوتوميشن، كل شيء اوتوماتيك.